تتبنى الحكومة رؤية استراتيجية لتهدف لتحويل البلاد لمركز عالمي للوجستيات والتجارة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقناة السويس. تشمل الخطط إنشاء مراكز لوجستية دولية بجوار الموانئ البحرية، ما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتعزيز الربط بين مناطق الإنتاج ووسائل النقل السريعة. تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة إحدى أهم الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الحكومة في برنامج عملها، مستهدفة استغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد والتوسع في البنية التحتية اللوجستية، رؤية تهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز رئيسي للتوزيع العالمي والربط بين سلاسل التوريد العالمية، مستفيدة من وجود قناة السويس كأحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم، إذ يتمثل أحد أهم الخطوات في استكمال خطط إنشاء مراكز لوجستية دولية بجوار الموانئ البحرية، وذلك تسهيلاً للحركة الدولية للبضائع وربطاً لمناطق الإنتاج بوسائل نقل سريعة وآمنة، مما يعزز كفاءة العمليات البحرية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال. بناءً على هذا، تم تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية لضمان التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الجارية. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز أسطول النقل البحري المصري بإضافة 31 سفينة بحلول عام 2027، مما يعزز القدرة على نقل 20 مليون طن من البضائع سنوياً ويدعم النمو الاقتصادي بشكل فعال. وفي سياق آخر، يتمثل جزء من البرنامج في رفع كفاءة الموانئ الجافة والبنية التحتية الحالية بتزويدها بالمعدات اللازمة وتقنيات الربط المتقدمة، مما يعزز من إمكانيات استقبال وتداول البضائع بكفاءة أكبر. بهذه الخطوات الجريئة والاستراتيجية الملهمة، تستعد مصر للمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها كمركز عالمي للوجستيات والتجارة، بفضل التزام حكومي قوي بتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية، كما أن هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مما يعزز من مكانة مصر على خارطة الاقتصاد العالمي ويوفر فرصاً جديدة للنمو والتنمية المستدامة.